التطرف والإرهاب، ليستشهد وهو يقف شامخا في معركة ضد قوى الإرهاب، حتى صارت الشهادة لنا أملا لما رأينا الشهداء هم خير رجال بيننا، وحتى ينعم الله علينا بهذه النعمة لا يكون لنا إلا أن نكرم ذكراهم العاطرة. عليا ياسر الحديدي. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير، انا عليا ياسر الحديدي بنت الشهيد البطل العميد ياسر الحديدي، مفتش الامن العام بجنوب وشمال سيناء. بابايا استشهد يوم 8 مارس في العريش، استشهد عشان كان بيدافع عن بلده وعشان يحمينا كلنا، وانا طبعا افتخر ان بنته. بابايا يوم ما كان مسافر العريش كلمنا وقال لنا ان هو مسافر، انا اتضايقت وكنت زعلانة وقلت له ما تسافرش، بس هو رد عليا وقال لي لو انا ما سافرتش مين اللي هيسافر، انا مسافر عشان اخلص بلدنا من الخونة والارهابيين. وقال لي ما تقلقيش عليا يا عليا، بس انا طبعا كنت قلقانة. وبعد كام يوم من سفره جالنا خبر استشهاده، انا اتضايقت وكنت زعلانة وهو كان وحشني وما كنتش مصدقة، واللي كان مزعلني اكتر ان هو كان طيب وما فيش طلب بيرفضولي وما يتعوضش. بس اللي مصبرني ان انا عرفت يعني ايه شهيد، يعني ان هو بطل وحي يرزق في الجنة، وان هو حاسس بينا. وما عرفت ان هو حاسس بينا صممت ان انا افضل اذاكر، صممت ان انا افضل اذاكر واطلع الاولى زي ما هو كان بيحب كل سنة. واللي مصبرني ومصبر كل الناس ان كل الشهداء دول كانوا بيدافعوا عن بلدهم عشان يحمونا كلنا ويخلصونا من الارهابيين. وعايزه اقول كلمه للقوانا والارهابيين، الشرطه والجيش دول زي الحفره، كل ما بيتاخد منهم بيزيدوا، هيفضلوا يدافعوا عن بلدهم لغايه اما يقضوا عليكم وعلى اللي بيساعدكم. وعايز اختم بآية قرآنية، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، صدق الله العظيم. شكرا.